طبعا في آيات كثيرة في العهد القديم وفي العهد الجديد عن موضوع الغفران أنا اليوم حبيت أكد أن المسيح هو غافر الخطايا بل أثبت أنه يقدر على غفران الخطية كما رأينا غفر للمفلوج غفر للمرأة الخاطئة غفر للمرأة التي أمسكت بذات الفعل وهي تزني غفر للسامرية غفر للص على الصليب غفر لمريض بركة بيت حزدة غفر لشاول الطرسوسي غفر لبطرس الرسول وغفر 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 إن نهر نعمة الله ما زال يتدفق حتى يومنا هذا ويده ممدودة لك ورحمته من أجلك لكي تأتي معترفاً وتقول: اغفر لي خطيتي ومن اثمي طهرني. وهي بصليها تكون صلاتك اليوم